مين ايه معاكم من امريكا في قناة سيد الحسن. النهاردة هنتفرج على صراع الحيوانات نمرة 6. واذا كنت انت او هو اللي بيتفرجوا يعني ما بيقدروش يشوفوا الحاجات دي، لان هنا في مناظر وحشة وفي حيوانات بتاكل حيوانات، بلاش. انا بقول من الاول بلاش تتفرجوا عليه، عشان هو بتشوف مناظر وحشة. لو انت عايز تتفرج اتفرج، انت حر طبعا، لكن علشان هنا بيجيب مناظر وحشة قوي بين الحيوانات بياكلوا بعض وكده. هنشوف النهاردة الاسد، وهو طبعا زي ما قلت اي مجموعة، لو مجموعة مع بعض ما حدش قادر يعمل حاجة، لكن لو حد مجموعة واحدة فلتت منها ولا حاجة طبعا بيتهجموا عليهم اسكات اسود او ضباع او ضبع او مجموعة ضبع أو ضباع يعني، أو أسود أو حاجات زي كده. فاتفرجوا وانجوي المشهد، وأنا حاسبكم تتفرجوا، لأن ده مشهد يعني ما كناش بنشوفها الأول إلا لك، لكن لما جه الإنترنت والحاجات دي ابتدينا نشوف الحاجات دي كلها. وزي ما قلت لكم ما تتفرجوش لو عشان فيها مشاهد وحشة. الناس اللي هي ما بتقدرش على الحاجات المناظر الصعبة دي بلشت منها أحسن. أسيبكم تتفرجوا، وهنشوف حاجات بين برضو الضبع وحاجات كتير. باي.